هل يجوز للشخص في أي وقت كان أن يقوم ويصلي من دون الفريضة والسنن الواجبة علينا والنوافل، أي صلاة ينوي أن يقوم ويصلي لوجه الله تعالى؟ قولها الفريضة والنافلة هذا غلط، لأن النافلة ليست واجبة، وإنما الواجبة الفريضة. طيب، فما عدا الفريضة من الصلوات فإنه كله نافلة، ولها أن تصلي النوافل إلا في الأوقات الخمسة التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها، وهي ما بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر إلى أن ترتفع الشمس. إذا طلع الفجر فلا صلاة نافلة إلا ركعتي الفجر التي قبلها. طيب، إلى أن ترتفع الشمس، كل هذا ليس فيه نافلة. الثاني إذا توسطت الشمس في كبد السماء فوق الرؤوس إلى أن تزول إلى جهة الغرب، هذا ليس فيه صلاة وإن كان قصيرا. الثالث من بعد صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس، كل هذا ليس فيه صلاة نافلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في هذه الأوقات، فهذه جملتها. وأما تفصيلها فمن صلاة الفجر إلى أن تطلع الشمس، ومن طلوعها إلى أن ترتفع قيدر، هذان وقتان. الثالث من قيام الشمس وسط السماء إلى أن تزول. الرابع من صلاة العصر إلى أن تقرب الشمس من الغروب. الخامس من قربانها من الغروب إلى أن تغرب. هذه أوقات النهي بالتفصيل. ومن العلماء من يرى أن هناك وقتا سادسا، وهو من طلوع الفجر إلى أن تصلى الفجر، ما عدا ركعتي الفجر. نعم.